تتحول إلى الأستاذ ماك الشرقاوي المحلل الخاص من واشنطن تحديدا لمعرفة الوضع على الأرض وردود فعل الشعب الأمريكي بعد يعني أن حسب ما قالت التصريحات وقال المحللين السياسيين بأن أمريكا يعني ذات موقف ضعف في هذه التدخل أو في هذا التدخل العسكري الذي حدث في كييف نظرا لأنها لم تستطع رأب الصدع منذ البداية واللجوء للحل الدبلوماسي. أستاذ ماك، أهلا بك وأهلا بمشاهدينا الكرام. أعتقد يعني أن هذا السيناريو متوقع بالتأكيد، ويعني الولايات المتحدة الأمريكية والوزير بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يعني شرح تقريبا كل ما يحدث الآن في مجلس الأمن منذ تقريبا 5 أيام. وأعتقد أن الرئيس بوتين الآن يضع العالم أمام يعني الأمر الواقع ويتخذ يعني موقف أحادي ويشن عملية عسكرية على أوكرانيا، وبدأت بالفعل يعني العمليات العسكرية واستهداف قوات الدفاع الجوي الأوكراني وقوات سلاح الطيران الأوكراني. أعتقد ردود الأفعال متباينة. البيت الأبيض أصدر بالأمس بعض العقوبات على روسيا، وكلمة الرئيس بايدن كانت واضحة. اعتبار ما فعله بوتين هو غزو. عندما تدخل القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية تحت ذريعة أنها قد اعترفت بدولتين ووقعت اتفاقات دفاع مشترك معهم حتى تدخل القوات الروسية إلى أوكرانيا، هذا يعتبر هو غزو، فهو بالتأكيد اللي هيستوجب فرض العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية حالة أن غزت. صحيح سيد ماك، ولكن يعني عذرا للمقاطعة، أعتقد أننا أمام أمر واقع الآن، وأن العقوبات الاقتصادية لم تستطع يعني ردع روسيا، أو لم تستطع أن تجبر روسيا على أن تغير موقفها أو قرارها. بالتأكيد ومتفق معك في هذا الطرح، ولكن يعني هناك أيضا ردود أفعال أخرى. عندما تحدث البنتاغون الأمريكي منذ أسبوعين أن البنتاغون الأمريكي يعني يدرس الخيارات العسكرية ما إذا حدث ذلك، أيضا حلف الناتو في تصريحات قوية بالأمس واليوم بالتأكيد يعني سوف يكون هناك ردود افعال، ولكن هل ستصل ردود الافعال الى يعني الدخول في صراع عسكري مع قوه عظمى زي روسيا وهي دوله نوويه؟ اعتقد ان بالتاكيد الامر يحتاج الى الكثير من التروي، خاصه الرئيس الفرنسي ماكرون جمع مجلس الأمن ومجلس الدفاع الفرنسي. أعتقد أن هناك ممكن أن يكون ردود أفعال من حلف الناتو، ردود أفعال من بريطانيا، ردود أفعال من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هناك الآن قوات بالفعل تم نشرها في منطقة يعني البلقان في الدول المحيطة. الولايات المتحدة الأمريكية دفعت ب 3500 جندي، حلف الناتو نشر قوات هجومية. يعني سيد ماك، الحقيقة احنا يعني نحن في حالة ترقب لما يحدث وفي متابعة مستمرة لما يحدث طبعا في أوكرانيا. سيد ماك شرقاوي من واشنطن المحلل السياسي، نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.